عكست الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عكست تطور علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، حيث لاقت الزيارة اهتماما كبيرا واحتفاء من قبل كبار المسؤولين الأمريكيين وعلى رأسهم الرئيس دونالد ترامب، كما توجت بالتوقيع على اتفاقات التعاون المشترك في مختلف القطاعات الحيوية والتي تعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين. شهد تاريخ 16 و17 من سبتمبر الجاري زيارة تاريخية قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، زيارة جاءت انطلاقا من عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والتعاون المشترك على كافة الصعد والذي عززته الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة والزيارات المتبادلة وما أثمرت عنه من نجاحات كبيرة رسخت الشراكة الوثيقة المبنية على الثقة والاحترام والتنسيق المشترك. To strengthen the relationship, which is based on shared values, where they overlap, ideals. We primarily, as the President said, are going to focus on discussions related to security enhancement and trade enhancement. We signed today an agreement to purchase our first Patriot missile battery systems, and it couldn't have come at a better time. Good job. Absolutely. And we seek to strengthen America's ability to trade with the world, and we have some concrete ideas on how we can do that. Well, thank you very much. وانطلاقا من استمرار هذا التعاون نحو آفاق جديدة، أكد سمو ولي العهد أن البحرين ستظل دوما داعما رئيسا لكافة الجهود الدولية الساعية إلى تعزيز التنمية والاستقرار عبر مشاركاتها الفاعلة في مختلف التحالفات الدولية والإقليمية والتي من شأنها تعزيز الأمن والسلم الدوليين، منوها سموه بالدور الذي تطلع به المملكة من خلال العمل المشترك مع الدول الحليفة والشقيقة والصديقة لتأمين الممرات الدولية للتجارة والطاقة وحرية الملاحة في المنطقة، مشيرا سموه إلى الدور الاستراتيجي والحيوي الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في حفظ أمن واستقرار المنطقة والذي يشكل ركيزة أساسية في مواصلة مسارات التنمية. It's a great honor to be with the Crown Prince of Bahrain. He is a friend of mine, and the country is a friend of ours. We're always going to be with them, and I know they're always going to be with us. We have a tremendous relationship militarily, but we have also a tremendous economic relationship, trade. هذا وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العلاقات المتينة بين البلدين الصديقين في المجالات المختلفة وبخاصة العسكرية والاقتصادية والتجارية منها، وأعرب عن التطلع المشترك نحو مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، منوها بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستظل دوما إلى جانب مملكة البحرين.